من لبنان حاملة ثلوجا ستلامس 400 متر، فكيف تتحضر وزارة الأشغال العامة؟ بعد فلاديمير وأرسلا تلاسى العاصفة الأقوى في عام 2016 تصل السبت ولن تغادر قبل الأربعاء المقبل. تلاسى وحسب مصلحة الأرصاد الجوية ستكون محملة بالثلوج التي ستتساقط على مستويات قياسية مفاجئة. درجات الحرارة بتبدأ بالتدني اعتبارا من يوم الأحد وبيكون انخفاض ملحوظ خاصة مع ساعات الليل. الثلوج بتبدأ يوم السبت بارتفاع 1400 متر وما فوق خلال النهار، وبينخفض مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة التدريجي 1100 أو 1200 متر. من بعد التنين رح يكون انخفاض أكبر بدرجات الحرارة ومستوى تدني بمستوى تساقط الثلوج لحدود يوم الثلاثة، ممكن نوصل لحدود 500 أو 400 متر وما دون ببعض المناطق الشمالية. تلاسة ستنخفض خلالها درجات الحرارة طيلة إقامتها في الأراضي اللبنانية. الأنظار في هذه الحال تتجه صوب مراكز وزارة الأشغال العامة في المناطق اللبنانية لمعاينة أوضاعها قبل موعد العاصفة المنتظر، فهل هي جاهزة؟ يعني الآليات هلا بالوقت الحاضر بقوموا بالواجب، عند الضرورة بنستأجر آليات لحتى نسد النقص. لاحظ في عنا آليات قديمة وصار لازم قسم منها يتغير، بس هلا بالوقت الحاضر عم نقوم بالواجب مثل ما هو بعد ما عملنا له صيانه. الوزاره عملت مناقصه جديده ورح نجيب 6 اليات جديد هلا. العاصفه قطع بعض الطرقات بسبب الثلوج، سيناريو بات اللبناني يخشى ان يعيشه مره جديده. يعني الشباب مهمتهم الاساسيه فتح الطريق، هلا في ناس بيتركوا سياراتهم وبيطلعوا مشي، هول العالم بيطلعوا مشي بينقطعوا مرات، بنجيبهم على المركز، مش بس هون كل المراكز. بنحطهم جوا بالمركز لكانت خلصت العاصفة. في لبنان 16 مركزا لجرافات الثلوج وآليات فتح الطرقات، في كل واحد منها ما يقارب 7 آليات، ورغم أن العدد قليل مقارنة مع قوة تلاسة فأن موظفي الأشغال العامة على أتم الاستعداد لمواجهة. عرفت أسماء العواصف فإن قلق اللبنانيين لا يختلف قبل كل عاصفة، وفي انتظار العاصفة يتجهز المعنيون في الدولة على قدر إمكاناتهم لإسعاف المواطنين وللتواصل معهم، فإن أرقامهم موجودة في البلديات والمحافظات والمخافر. رالف دومت، MTV. وصل رئيس الحكومة تمام سلام والوفد المرافق